لكن هناك كلام كثير بعظمة لسانه رجل المهام الكبيرة بيتسو موسيباني. هذا الرجل الذي يستحق كل التحية وكل الإنصاف، لأنه كمان على فكرة استوقفني تقرير مصور عاملاه جريدة الاتحاد الإماراتية، ودي واحدة من أهم صحف الخليج العربي عامة، الصديق العزيز الأستاذ صبري علي، واحد من النقاد الرياضيين المصريين الكثر المتألقين في الساحة الخليجية، أعد تقريرا عن بيتسو موسيماني وهو جوزيه الواقعي. نشوف. هنرجع بقى من قلنا انت شويه حاجات عن الناس، رؤيه الناس لموسيماني والاهلي وما تحقق بالظبط. ما هو موسيماني دلوقتي اللي بيشيد بموسيماني هو اشاده بالنادي الاهلي بالظبط. ليه؟ لان الانجاز حققه النادي الاهلي من خلال قياده موسيماني.